كيف تعمل الجاذبية؟ في كل مرة تقفز فيها فإنك تختبر الجاذبية، إنها تدفعك نحو الأسفل إلى الأرض، ودون الجاذبية ستطفو في الغلاف الجوي عاليا. إنك ترى الجاذبية تعمل في كل وقت تسقط فيها كتابك أو قلمك أو عند وقوفك على الميزان أو ترمي كرة في الهواء، إنها ثابت موجود في حياتنا، ونادرا ما نتعجب عن غموضها. على الرغم من النظريات التي لاقت رواجا واسعا في محاولة تفسير سبب سقوط الكتاب أو التفاحة على الأرض وبنفس المعدل التي تسقط فيه حجارة أو مفتاح أو مسمار مثلا، إلا أنها ما زالت مجرد نظريات، إذ أن لغز قوة الجاذبية سليم للغاية. إذا فما الذي نعرفه عن الجاذبية؟ نعلم بأنها تسبب انجذاب أي جسمين في الكون إلى بعضهما، ونعرف أيضا بأن الجاذبية ساهمت في تشكيل الكون، وأنها حافظت على بقاء القمر في مداره حول الأرض. ويمكن تسخيرها، أي تسخير الجاذبية، في التطبيقات البشرية مثل المحركات التي تعمل بالجاذبية، أو كذلك مصابيح الجاذبية. أما بالنسبة للعلم وراء هذا الفعل، فإننا نعلم بأن إسحاق نيوتن قد عرف الجاذبية على أنها قوة تجذب جميع المواد إلا جميع المواد الأخرى. كما نعلم أن ألبر أينشتاين قال بأنها نتيجة لانحناء نسيج الزمكان. هاتان النظريتان لألبر أينشتاين هما التفسير الأكثر شيوعا وانتشارا، حتى وإن كانتا غير مكتملتين. في هذا الفيديو سنلقي نظرة عن نظرية نيوتن للجاذبية ونظرية أينشتاين للجاذبية، وسنتطرق إلى وجهة نظر أكثر حداثة بخصوص هذه الظاهرة. وعلى الرغم من أن العديد من الناس قد أقروا بوجود جاذبية، فقد كان نيوتن أول من طور تفسيرا ملائما للجاذبية، لذلك سنبدأ عنده. جاذبية نيوتن. في القرن السادس عشر كان الرياضي والفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن جالسا تحت شجرة تفاح، حسب ما تخبرنا به الأسطورة طبعا، ويبدو أنه قد سقطت تفاحة على رأسه، وعندها بدأ يتساءل عن سبب انجذاب التفاحة إلى الأرض. أعلن نيوتن نظريته عن الجاذبية الكونية في ستينيات القرن السادس عشر، وقد أوضحت نظريته فكرة أن الجاذبية هي بشكل أساسي قوة يمكن التنبؤ بها، وتطبق على كل شيء موجود في الكون، وهي تابعة لكل من الكتلة والمسافة، أي تتغير بتغير الكتلة وبتغير المسافة أيضا. وتنص النظرية أن كل جسيم من الماء يجذب كل جسيم آخر بقوة تتناسب مع حاصل كتلتهم، وتتناسب كذلك تناسبا عكسيا مع مربع المسافة بينهما، وبالتالي كلما كانت الأجسام أبعد أو أقل كثافة كانت قوة الجاذبية أقل. قوة الجاذبية force de gravitation تساوي جي، وهي ثابت الجاذبية، في ام واحد في ام اثنين، وهي كتلة كل من الجسمين التي تحسب قوة الجاذبية بينهما، على دي. دي هي المسافة بين مركز الجاذبية لكل من كتلتي الجسمين. تأخذ قيمة جي وهي ثابت عالمي، قيمة 6.67 في 10 قوة ناقص 8 سنتيمتر مربع على الجي ام مربع، وهي الداين. الداين هي وحدة قياس قوة الجاذبية، أي إذا وضعت جسمين كتلة كل منهما 1 غرام على مسافة 1 سنتيمتر عن بعضهما البعض، فسوف ينجذبان إلى بعضهما بقوة تساوي 1 داين، والتي هي 6.67 في 10 أس ناقص 8، أي وزن ما يقارب 0.01 غرام، ما يعني أنه إذا كان لديك داين واحد من قوة متاحة فيمكنها رفع 0.001 غرام في مجال الجاذبية الأرضي، لذا تعتبر 1 داين قوة ضئيلة جدا. وعندما تتعامل مع أجسام ضخمة مثل الأرض والتي تبلغ كتلتها حوالي 6 في 1024 كيلوغرام، انظر لأي مدى يبلغ وزن الأرض،
فإنها تعطي قوة جاذبية كبيرة إلى حد ما، ولهذا السبب أنت لا تطفو في الفضاء الآن. إن قوة الجاذبية التي تؤثر على جسم ما هو وزن ذلك الجسم أيضا، وعندما تقف على الميزان فإنه يقرأ مقدار القوة الجاذبية المطبقة على جسمك ومعادلة تحديد الوزن. الوزن يساوي كتلة الجسم في تسارع الجاذبية، M ضرب جي تساوي تحديد الوزن تساوي الوزن. وتسارع الجاذبية الأرضية يساوي 9.8 متر في السنتيمتر مربع، لا يتغير أبدا، وهذا ثابت مونديالي عالمي بغض النظر عن كتلة الجسم. ولهذا السبب إذا قمت بإسقاط حجارة أو كتاب أو أريكة فستصل إلى الأرض في نفس الوقت. لمئات السنين كانت نظرية الجاذبية قائمة وحدها في المجتمع العلمي، إلا أن تغير ذلك في بدايات القرن 19. ساهم ألبر أينشتاين الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1921 بوضع نظرية بديلة للجاذبية في بداية القرن 19، وقد كانت جزءا من نظريته الشهيرة في النسبية العامة، كما قد شرح أو قدم شرحا مختلفا تماما عن قانون نيوتن للجاذبية. لم يؤمن أينشتاين بأن الجاذبية كانت قوة أبدا، وقال أنها تشويه في شكل نسيج الزمكان، والمعروفة من ناحية أخرى باسم البعد الرابع The Fourth Distance. تنص الفيزياء الأساسية على أنه في حال وجود قوى عدم وجود قوى خارجية تعمل، فإن الجسم سيسافر دوما بخط مستقيم. وفقا لذلك فإنه دون القوة الخارجية سيسافر جسمان بمسارين متوازيين وسيبقيان دائما متوازيين ولن ينتقيا أبدا، إلا أن الجسمين يجتمعان في الواقع. فالأجسام التي تبدأ بممارسة بمسارات متوازية تنتهي أحيانا بالتصادم. تقول نظرية نيوتن أن ذلك يحدث بسبب الجاذبية، وهي قوة تجذب الجسمين إلى بعضهما أو إلى جسم ثالث. ويقول أينشتاين أيضا أن ذلك يحدث بسبب الجاذبية، لكن في نظريته الجاذبية ليست قوة، إنها انحناء في نسيج الزمكان. وفقا لأينشتاين يبقى الجسمين يسافران في أقصى خط مستقيم، ولكن بسبب تشوه الزمكان يصبح خطا مستقيما على مستوى كروي. لذلك فالجسمان اللذان كانا يتحركان في مستوى مسطح يتحركان على مستوى كروي، وينتهي مساران مستقيمان على طول هذا المجال الكروي بنقطة واحدة. ما تزال نظريات الجاذبية الحديثة تعبر عن الظاهرة بمصطلحات الجسيمات والأمواج. تنص إحدى النظريات على أن جسيمات تدعى جرافيتون تتسبب في جذب المواد إلى بعضها البعض، لكن لم يرصد الجرافيتون مطلقا، وليس لديه موجات جاذبة في بعض الأحيان تسمى إشعاع الجاذبية، والتي من المفترض أنها تتولد عندما يتسارع جسم بتأثير قوة خارجية. بوجود الجرافيتون أو بعدمه فإننا نعلم بأن ما يرتفع على الأرض يجب أن يسقط، على أمل أن نعرف يوما ما، ولكن حتى ذلك الوقت يمكننا الشعور بالرضا بمجرد معرفة أن كوكب الأرض لن يقذف إلى الشمس في أي وقت قريب، لن يقذف عفوا إلى الشمس في وقت قريب، فالجاذبية تبقيه في أمان في مداره.